صدر عن صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 9 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يعاد تشكيل مجلس الموارد المائية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء نائبا للرئيس وزير شؤون الكهرباء والماء وزير الماليه والاقتصاد الوطني وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وزير المواصلات والاتصالات وزير الاسكان وزير الصناعه والتجاره والسياحه وتكون مده العضويه بالمجلس اربع سنوات قابله للتجديد